الدكتور نبيل عمر القيادي في حركة فتح رام الله. دكتور عمر مساء الخير، كنت سألتك منذ قليل كيف تقرؤون المشهد الآن في فلسطين عموما، كان في غزة حيث وصل عدد الشهداء إلى حد الآن إلى 9، أو في الأقصى والقدس حيث الإصابات بالمئات والوضع أيضا ما يزال متوتر؟ المشهد مقروء من زاوية أن هنالك صراع مستمر، وأن الإسرائيليين أحيانا أو غالبا تراهم كما لو أنهم يستدرجون الفلسطينيين إلى انتفاضة جديدة. ومع ذلك الفلسطينيون أثبتوا، وخصوصا في قلب مدينة القدس التي حاول الإسرائيليون وأنفقوا المليارات من أجل ابتلاعها، فإذا بهم يخرجون منها صفر اليدين. هي ليست عاصمة لإسرائيل آمنة مستقرة موحدة، هي عاصمة مستحيلة بوجود الفلسطينيين الذين يواصلون الدفاع عن مدينتهم وعن انتمائهم للوطن الفلسطيني وعن مقدساتهم الأقصى بشكل أساسي، وكذلك كنيسة القيامة وباقي المقدسات التي تعج بها مدينتنا. في كل الأحوال الوضع متفجر تماما، والإفراط في استخدام القوة من جانب إسرائيل كما قلت لك هي دعوة للتصعيد، والذي ربما يكون يخدم السجال الداخلي في إسرائيل والصراع على السلطة. ربما يرون أن ذلك يمكن، وخصوصا الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقال أنه يتعمد التصعيد كي يلخبط الأوراق داخل إسرائيل، إما بعدوان واسع النطاق على غزة أو بتصعيد العمل في القدس وفي الضفة الغربية. في كل الأحوال أنا تقديري في غياب حل سياسي يرضى عنه الفلسطينيون لمدينة القدس وللقضية الفلسطينية، سنظل نرى بين وقت وآخر انفجارات في المواقف، ليست بالضرورة بسبب العناوين التي تتخذها، وإنما لأن هنالك تراكمات. الفلسطينيون رفضوا الاحتلال منذ عام 67، رفضوا توحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، رفضوا مغادرة المدينة رغم الإجراءات القاسية التي يتعرضون لها. إذن يجب توقع أن هنالك اضطرابات مستمرة وعنف متصاعد، وأنا في تقديري أن الفلسطينيين في نهاية المطاف يجب أن يكسبوا الجولة. المقاومة أطلقت عدد من صواريخها على بعض المستوطنات الإسرائيلية وعلى القدس، وقالت بأنها ضربات تحذيرية لم تكن تقصد منها ربما إسقاط ضحايا في الطرف الآخر، لكن المحتل رد مباشرة ويتعمد القتل، وبالفعل سقط 9 شهداء بينهم 3 أطفال. الآن ماذا باعتقادك يعني مسار الأحداث، خصوصا انطلاقا من غزة؟ هل نتوقع تصعيد ربما في السويعات القادمة؟ طبعا يجب توقع ذلك، ليس مجرد توقع، بل هنالك مؤشرات أقوى من التوقع تصدر عن الاجتماع الذي تم اليوم على مستوى الكابينت والحكومة الإسرائيلية، الذين يتحدثون عن يسوقونها لتمريرها عن ضربة يعني محدودة ولكن جدية لقطاع غزة. احتمال أن تكون هذه الضربة تدميرية إلى حد كبير، هذه توقعات وأيضا مقدمات يجري الحديث عنها. الجانب الإسرائيلي هو الذي استدرج الرد الفعل المقدسي الذي حتى الآن هو يعاني منه، وقد دفع ثمنا لذلك. دفعت الحكومة من مصداقيتها، دفعت من صراعها الداخلي، يعني عندما تضع متاريس لمنع الناس من المرور في أهم شريان حياة في القدس وباب العمود، وعندما ترسل القوات إلى الأقصى، وعندما تحاول تهجير الناس من الشيخ جراح، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، شيء يعلن عنه وشيء يتم دون إعلان. هذا الوضع يستدرج صراع مستمر ومتصاعد ويحمل كل الاحتمالات القاسية والصعبة. الحقيقة اختلف المتابعون دكتور عمر حول نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طبعا في الفترة الحالية طبعا الآن، لأن الحكومة موكلة لغيره الآن.
هل من مصلحته التصعيد ربما كسبا للمتطرفين وربما تعود له الكرة لتشكيل الحكومة مرة أخرى أو في انتخابات ثانية تالية، أو ليس من صالحه لأن الظروف الآن غير مواتية؟ لا، هو نتنياهو يعني على استعداد لأن يحرق الأخضر واليابس حتى في إسرائيل مقابل أن يستمر ولو لأسابيع إضافية رئيسا للوزراء. يعني هذه قضية لا تحتاج إلى جدل، كل البراهين السابقة تثبت هذا التوجه من جانب نتنياهو. لكن القضية ليس القضية تكتيكات نتنياهو، القضية أن هنالك عاصمة فلسطينية داخل السور عشرات الألوف من البشر، وخارج السور مئات الألوف من البشر. هؤلاء بحاجوا إلى حل استراتيجي وليس إلى تسكينات بين وقت وآخر، تبعث قوات تسحبهم يومين وترجعهم. هذه قصة ستستمر إلى ما لا نهاية. أنا أعتقد أن الحل الأساسي بصرف النظر عن تكتيكات نتنياهو وغيره هو أن يكون هنالك حلا سياسيا يرضى عنه الفلسطينيون. نعم. في القدس وفي القضية الفلسطينية عموما. دكتور عبر، ونحن نتحدث معك الآن في هذه اللحظة لدينا مشاهد على الشاشة تردنا مباشرة من الأقصى. في المشاهد يبدو احتراق إحدى الأشجار في باحات المسجد الأقصى، يبدو من القنابل التي يطلقها جنود الاحتلال، وهذا الحقيقة أمر خطير لأن هذا الحريق قد يمتد لا قدر الله وقد يصل إلى المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. يبدو المحتل الإسرائيلي يتعمد أو يحاول البحث على الذرائع لإيذاء المسجد الأقصى والمقدسين هناك. طيب، فيما يتعلق بالجانب العربي دكتور عمر، كما تعلم هناك قمة على مستوى وزراء الخارجية غدا برئاسة دولة قطر، ما المطلوب من هؤلاء الوزراء الخارجية العرب وما المأمول منهم؟ المأمول حسب التجربة لا أعتقد أننا سنحصل عليه ولا أنت كذلك حسب التجربة، لكن خلينا نقول ما يجب أن يفعلوا في مسارين. الأول الدعم المضاعف لصمود المقدسيين لأنهم السلاح الوحيد الفعال في وجه المخططات الإسرائيلية والذي يمتلكه العرب والمسلمون جميعا وليس فقط الفلسطينيين، القوة البشرية الصامدة الثابتة التي تضمن الحقوق الإسلامية والمسيحية والعربية والفلسطينية في المدينة المقدسة. هذول يحتاجوا إلى دعم مستمر، ولو أدى الأمر إلى أن يأتي العرب جميعا لتقديم هذا الدعم مباشرة للمرافق وللأسر ولما يحفظ بقاء الفلسطينيين داخل المدينة كجبهة متقدمة وفعالة. المثال الثاني أن يعملوا بالضغط على الولايات المتحدة وعلى العالم لأن يقدم مبادرة سياسية تضمن للفلسطينيين وللمقدسيين حلا سياسيا دائما يرتضونه ويقبلون به. الآن مغيبين على الجهتين، لذلك يجب أن يكون هناك عمل بمسارين، ونظل نتأمل رغم أن المأمول كما قلت ليس باليد، وحدثت أشياء كثيرة أخطر من ذلك ولم يكن لك تحرك بأي قدر كان. طيب، المواقف الدولية بين مندد ومندد، الحقيقة لم نخرج من دائرة التنديد. الموقف التركي دكتور نبيل عمر بدأ إلى حد ما متميز الحقيقة، اتصالات مع الأطراف الفلسطينية، اتصالات دولية، محاولة لوقف هذا العدوان، الإعلان صراحة الوقوف مع المقدسيين وفلسطين. يعني هل تستطيع تركيا باعتقادك أن تضبط البوصلة لهذه الأحداث الآن وقد تحيط بها أيضا مواقف عربية وإسلامية لمساندتها والوقوف في وجه هذا العدوان؟ يعني المواقف كثيرة التي تتحدث بلهجة وبلغة عالية جدا، نحن نريد أن نرى نتائج. المواقف الكل يتحدث، قصائد، شعر، بلغات، استدعاءات لسفراء، كل هذا يحدث،
هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا كفلسطينيين، لم نعد نهتم باللغة العالية جدا في التنديد بإسرائيل، نريد أن نرى نتائج على الأرض. طيب ما هي النتائج التي تريدونها دكتور نبيل عمر؟ ولا تحتاج إلى مجرد مواقف تضامنية، نريد أن نرى أصحاب النفوذ والعلاقات المباشرة مع إسرائيل كيف يستخدمون قوتهم في الضغط وليس لمجرد إعلان مواقف. هذا ما أريد أن أقوله، ليس لتركيا فقط وإنما للجميع. طيب للجميع، لكن هذا الجميع الذي يتابعكم دكتور نبيل عمر أحيانا يحتاج إلى خطوة سباقة من أهل البيت، من المعنيين بشكل مباشر. طبعا القضية قضية الجميع لا شك. السلطة الفلسطينية الآن، وهنا أعود معك وأختم معك فيما يتعلق بالسلطة، ما المطلوب بصراحة ووضوح في هذه اللحظات من السلطة الفلسطينية، وهي التي دأبت على التنسيق الأمني كما تعرف، وأشياء أخرى لها لا تخدم قضية المقاومة عموما وخصوصا تفعيل المقاومة في الضفة؟ شوف، يعني السلطة مكبلة باتفاقيات بكل أسف يجري التقيد فيها من جانب واحد، وهذه مسألة بحاجة إلى تعديل جوهري في العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك الحديث الأكثر جدية وجدوى ونجاعة في موضوع التنسيق الأمني الذي بات بعد هذا التصعيد يشكل إحراج كبير جدا. في اعتقادي أن السلطة على مستوى العمل السياسي تقوم بمبادرات مثل الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، تحريك الوضع الدولي على الأرض. أعتقد أن الفعل الشعبي يسبق بمراحل كثيرة الفعل السلطوي وحتى فعل الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية. المبادرات الشعبية ظاهرة بوضوح أكثر من المبادرات التي تؤديها الفصائل. الدكتور نبيل عمر القيادي في حركة فتح، كنت معنا من رام الله، نشكرك جزيل الشكر.